ازيك يا محمد؟ الحمد لله. يا راجل حد يجيله جنسيه واقامه في دوله اوروبيه ويرفض؟ رفضت عشان اكمل في بلدي بقى. ايه اللي حصل؟ جالي اتعرض عليا عروض من المانيا ان انا اسافر لهم، بس انا ما رضيتش ورفضت عشان كانوا عايزيننا نتنازل عن الجنسيه المصريه. لا ما اتفقناش على كده، كله الا الجنسيه المصريه يا ابو حميد. طب ليه بقى؟ ليه؟ علشان انا كنت بخترع وابتكر، فعشان كانوا عايزيني في المانيا علشان يعني اديهم ان انا اختراعاتي وكده، بس انا رفضت عشان افيد اختراعاتي ديت لبلدي. برافو عليك يا محمد. طيب انت شكلك صغير، انا عايز بس اتعرف عليك ونعرف الساده المشاهدين، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 13 سنه وفي مدرسه. استنى هناخدها واحده واحده. انت عندك 13 سنه وبتحب الاختراعات. اول اختراع عملته ايه وايه اول جايزه خدتها؟ اول اختراع عملته كان طياره. الاول كان عندي 3 سنين كنت بركب طياره. عملت طياره وانت عندك 3 سنين؟ بالميكانو يعني. ورق يعني ولا ايه؟ لا بالميكانو. بالميكانو. وبعد كده بقى بدات بقى ايه ان انا يعني ماما اكتشفت موهبتي وان انا طفل عبقري، فماما بقى بعد كده نمت موهبتي ديت، وبعد كده بقى اخترعت عربيه بتحل ازمه المرور. ازاي بقى؟ العربيه ديت بترتفع لفوق والعربيات بعد كده بتعدي من تحتيها. فالعربيه دي لما بترتفع لفوق فبكده ايه بتعدي وبكده بتحل ازمه المرور يعني. طب استنى بقى، بتطلع لفوق ازاي؟ بتطلع بايه يعني؟ الفكره اعتمدت على ايه فيها؟ هو انا زي مثلا ايه، انا كنت الاول يعني كابتكار جبت زي حديد من تحت وارتفعت العربيه ديت لفوق. زي مساعدين كده. اوكي. وبس. وبعد كده اول جايزه خدتها كانت من اداره الموهوبين في البحر الاحمر، عشان القيت محاضره عن الباحث الجيد. كنت في كي جي 2 ساعتها. في كي جي 2 القيت محاضره؟ بتتكلم عن ايه المحاضره؟ كانت بتتكلم عن الباحث الجيد. الباحث الجيد. ازاي تبحث وتعمل بحث ازاي تكون باحث جيد يعني. بس انا بقى كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه كده. انا كنت في رمضان اللي فات كنت بتفرج على حضرتك في برنامج تحدي الازواج. بجد؟ بقعد اقول لماما بقى لما كنا استنوا بقى انا عايز اسمع بقى الكلام الحلو ده. لما كنت بقعد اتسحر بقى واتفرج على حضرتك. كنت يعني بقول لماما انا نفسي اطلع قوي مع استاذ سعيد. كنت نفسي. مفيش استاذ بقى ساعده على طول. الحمد لله يعني ربنا حقق لي الحلم دوت. وفي رمضان يا حبيبي ده انا الشرف ليا ان انت موجود معايا. طيب